السلام عليكم. سمعنا من كام يوم عن الحادث المأساوي اللي حصل في كوريا الجنوبية واللي راح ضحيته أكتر من 150 قتيل وناس كتير في حالة خطر من مختلف بلدان العالم، وكل ده كان بسبب إيه؟ كان بسبب الاحتفال بعيد الهالوين. خلونا نتكلم ونعرف أكتر عن عيد الهالوين، وهل هو من الأعياد المسيحية ولا من الأعياد الوثنية؟ عيد الهالوين من الأعياد المعروفة جدا عند الغرب، لكن طقوس الاحتفال به بتختلف عن أي عيد تاني. الناس في اليوم ده بيلبسوا ملابس تنكرية ويبدأوا ينزلوا الشوارع ويقروا قصص مرعبة وبينزلوا أفلام مرعبة على السينما وبيولعوا الشموع على مقابر موتاهم، ده غير إنهم بيلبسوا أقنعة مخيفة جدا أو بيرسموا على وشهم رسم مخيف بيميل للدموية. هما بيعملوا كده اعتقادا منهم ان في اليوم ده بتخرج ارواح الموتى الى الارض. هل عيد الهالوين من الاعياد المسيحية؟ اول ناس احتفلوا بالنوع ده من الاعياد كان في عصور ما قبل الميلاد شعوب اسمهم شعوب السلت او الكلت، ودول ديانتهم الوثنية، وهم مجموعة اوروبية سكنوا اوروبا وتحديدا ايرلندا وفرنسا والمملكة المتحدة، وكان اسمها احتفالات سامهاين، وكان سبب الاحتفال بداية العام الجديد لان في الفترة دي ما كانش عندهم تقويم، الكلام ده كان قبل الميلاد، فكان بالنسبة لهم نهاية السنة هي نهاية موسم الحصاد، وكان اليوم ده اللي هو اخر يوم في شهر اكتوبر هو بداية السنة الجديدة وبداية موسم جديد هيخش عليهم باقي الشتاء. فكانوا بيعتقدوا ان بداية الظلمة والصقيع انها مرتبطة بالموت عندهم، وكانت طقوس احتفالاتهم شبه طقوس الاحتفال بعيد الهالوين حاليا، لكن المختلف ان الكهنة في اليوم ده كانوا بيولعوا نار وكان الناس بيتلموا حواليها وبيرموا فيها جزء من المحاصيل لانهم كانوا بيعتقدوا انها كده ايه قربان منهم للآلهة او للأشباح عشان ما تأذهمش، وكانوا بيلبسوا لبس مخيف عشان الأشباح ما تقرب لهمش، يعني في اعتقادهم ان هم كده بيخوفوهم بشكلهم يعني، وبيجوا في آخر اليوم بيسيبوا قدام بيتهم ترابيزة كبيرة فيها أكل اعتقادا منهم ان الأشباح هتيجي تاكل الأكل ده. طب ليه دلوقتي عيد الهالوين بيعتبر من الأعياد المسيحية؟ لأن في اليوم اللي بعده بيحتفل فيه المسيحيين بعيد جميع القديسين، فبما ان العيد ده ظهر في الغرب فأصبح عادة بيحتفل بها الغربيون حتى بعد انتهاء الوثنية، ولأن الدول الغربية أغلبها دول مسيحية فبقى كتير من الناس بيعتقدوا إن عيد الهالوين من الأعياد المسيحية. طب إزاي العيد ده وصل للدول العربية وبقوا بيحتفلوا بيه؟ طبعا إحنا عرفنا العيد ده عن طريق الإعلام وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اللي شفنا من خلالها طقوسه وازاي الناس بيحتفلوا بيه في الغرب. طب هل صح اننا في المجتمعات العربية نحتفل بعيد الهالوين؟ بعيد عن اي فتاوى دينية ومن وجهة نظر انا لا، لان العيد ده طقوسه تخوف جدا وممكن تكون مفزعة بالنسبة للاطفال او بالنسبة لناس كتير، ده غير ان معظم الدول العربية ديانتها الاسلام واحنا ما عندناش اعتقاد ان الارواح بتطلع في اليوم ده للارض، فاكيد طبعا مش هينفع اننا نحتفل بيه. وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سبتكم في رعاية الله.